بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. الحقيقة مسألة ستر الذنوب داخل الأسرة، داخل أو بين أفراد الأسرة وبعضهم، من الأمور المهمة جدا، لأن أحيانا بيكون هذا الأمر من الأسباب اللي بيتسبب في تفكك الأسرة. ليه بنقول هذا الكلام وليه نناقش هذا الموضوع في حلقة النهاردة؟ لأن الحقيقة جالنا أكثر من سؤال خاصين بهذه النقطة تحديدا، ولذلك من المهم إن احنا يعني نسلط الضوء عليها. خلينا في البداية نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام طليمة من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. الحقيقة دكتور يعني في يعني سؤال ورد من أحد الإخوة عبر الواتساب، وفي سؤال آخر أيضا قريب منه، فأنا هقرأ على حضرتك سؤال واحد منهم لأن هو تقريبا يعني نفس المشكلة. يعني الأخ بيقول إن هو عمره 17 عام، وإن هو اكتشف بإن والدته بتحدث أحد الأشخاص يعني عبر الهاتف، وهذا الشخص يعني هو قريب من الأسرة أو صديق للأسرة يعني. فهو بيقول إن هو يعني تحدث مع والدته حول هذا الموضوع، فهي يعني طردته من البيت. ثم بعد ذلك هو بيقول إن هو ذهب إلى والده وأخبره بما حصل، فحصل انفكاك في الأسرة، ويعني شبه طلاق ومحاكم وما إلى ذلك، وانهارت الأسرة. فالأخ بيقول إن هو يشعر بإن هو تسبب في يعني انفراط عقد الأسرة أو ما وصل إليه، وهل اللي تصرف فيه أو التصرف اللي هو عمله ده كان تصرف صحيح ولا كان غلط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. يعني خلينا الأول نتفق أن في شق في السؤال يتعلق بالتربية وفن التربية والتعاون هذه القضايا، ولست مختصا فيه. أي نعم، يعني لست مختصا بمعنى الاختصاص اللي هو يتقال الإجابة المثالية النموذجية. أيوة. إنما الواحد بيقدر يقول الإجابة العامة من واقع الحياة والخبرة الحياة والدنيا. الموضوع طبعا فيه شق كبير شرعي، وده يعني موضع الحديث والكلام، ما فيش فيه مشكلة في الحديث يعني. طب لابد أن نبين نقاط مهمة. أن يعني الأسرة هي مؤسسة من أهم المؤسسات التي يقوم عليها المجتمع، والمجتمع المسلم تحديدا يعني. ولذلك رأينا آيات عديدة في القرآن الكريم تتعلق بالتشريع معظم عن الأسرة. رأينا سورة باسم سورة النساء، وسورة الطلاق، والممتحنة أو الممتحنة، المجادلة أو المجادلة، الحجرات، النور، كل هذه الصور والأحزاب تحدثت عن آداب وأحكام البيت، والتي لم تسمى بأسماء. ذكر سورة البقرة مليانة آيات عن الحديث عن الأسرة وعن المرأة والرجل والحقوق بين الزوجين والعدة والطلاق. فلو جمعنا الآيات التي تحدثت في التشريع الإسلامي سنجد معظمها يتحدث عن الأسرة، لأهمية هذا البناء وأهمية أن الإنسان لا يعيش وحده ولو كان في جنة. آدم عليه السلام حين خلقه الله عز وجل خلق له حواء، لأن ما معنى جنة بلا حواء أو لآدم وحده؟ لذلك قيل في الأمثال جنة من غير ناس ما تنداس. نعم. حياة مهما كانت جميلة لوحدك لا قيمة لتتجنن. وهذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته: الإنسان مدني بطبعه، يعني بطبع الإنسان يحتاج إلى المدن وإلى الناس وإلى الحياة، مش بمعنى المدنية لا، إنما المدنية بالمعنى الاجتماعي يعني. فده الشق الأول، الشق الأول. لذلك لما سئل نابليون بونابرت من أحد الصحفيين أي حصون فرنسا أمنع؟ قال أمهات الصالحة. أقوى حصن عند فرنسا الأم الصالحة، لأن هي اللي بتربي، هي اللي بترعى وتطلع كل هؤلاء الذين نراهم في المجتمع. ده أول نقطة لابد أن احنا نكون واضحة بالنسبة لنا. ولذلك يعني شرع الإسلام أشياء استثنائية للأسرة على غير الأحكام الأخرى، يعني من الكذب بين الزوجين أجيز، اللي هو من باب الكذب، مش معنى الكذب في الأشياء، إنما في باب الأشياء التي تستر الأسرة أو ترعى حق الأسرة. ده دلالة على أهمية هذه المؤسسة. الأمر الآخر، إن على الزوجين في كل أسرة أن يضع في اعتباري أنه نموذج لأبنائه. فالأم هي نموذج للبنت، والأب نموذج للابن. أيوة. والأم عند الابن
بالذات في مسائل الأعراض مسألة ليست هينة. يعني لما نرجع للعرب وعادات العرب ومصر والأرياف نجد قضية الأم مسألة حساسة جدا عند الناس. أيوه. بل بتبلغ بعض الحساسية عند البعض أن يبقى عنده حساسية أن حد يعرف اسم أمه. أيوه. عيبة يعني. وده مكتوب من بعض الأطفال لما يعرف قال يعرفنا اسم أمك يا ابني فلانة. وكأنها مثلا يعني إيه. فلذلك ده بتمثل عند الأبناء عشان نعرف بس سؤال ابننا اللي جاي ده سياقه جاي منين، هو صح او غلط دي قصه ثانيه. وده اللي يخلي كل ام دايما لازم تحرص على ان مساحه الاخطاء فيما يتعلق بالسمعه والعرض او بغيرها لا لابد تكون بعيد عن الابناء ايا كان الخطا بقى، بالذات في الخطا الخلقي يعني. فدي مساله خطيره وحساسه جدا. فنقطه ان مساله الام عند الابناء مسألة، ولذلك حتى لما يجي يتشتم كثير من الأبناء من الذكور تحديدا لما يتشتم بابوه يتضايق لكن بأمه يتجنن. يعني أيا كان بقى شتيمة بأمه دي يعني أيا كان مستواها ممكن يتخانق ويضربوا ببعض ويعوروا بعض. ليه؟ لأن دي دايما شتائم الأم متعلقة بالعرض. أيوه. أرضه سواء نقر ذلك أو نخطئ، طبعا الشتائم ممنوعه شرعا لكن التفاعل مع الشتيمه ورد الفعل ده مبني على اعراف الناس. فبس احنا بقول المقدمات دي عشان نعرف ان يا جماعه الاسره ايه قيمتها، الام والمراه حتى ليست عند الابناء بل عند الاباء والاخوان والرجاله والذكور، لان حتى نظره المجتمع وهي نظره خاطئه ليست من الشرع لكن برضو بنقولها من باب عشان نعرف حساسيه التعامل مع هذه القضايا سترا أو علاجا. إن قضية المتعلقة بالعرض المرأة فيها اللي بتشيل الليلة. يعني زنت امرأة مع رجل. أهل المرأة يبقى شايلين الطين والعار على البيت، طب الراجل اللي زنى بنسأل لا ابننا راجل، ما فيش كلام ده في الشرع. الشرع ما فرق. الجريمة واحدة والعقوبة واحدة والآثار واحدة. إنما أعراف الناس إدت العامل ده حساسية أكبر. بناء على هذه الحساسية اللي في هذا المجتمع لازم تعاملنا مع مثل هذه القضايا الحساسة يبقى على ضوء حساسية الايه؟ الموضوع علاج او التعامل ده. طيب ابني اكتشف ان امه بتتكلم مع حد قريب منهم، واضح ان الكلام مش على مستوى التفاهم، فكان الاولى بالام اذا الولد سمع الكلام كان سماع التليفون فرفع السماعة الثانية سمع، أو موبايل فتح لقى رسائل بشكل ما، كان الأولى بهذا الابن من هذه الحالة التثبت من الأم. الأم والله أمي أنا شفت الرسالة الفلانية، سواء بقى ما تمسكش الأم في هذه اللحظة أنت تجسست وده أكبر خطأ، ماشي وأخطأ متجسس لو تجسس، إنما لو وقع فيه الأمر مصادفة ما ذنبه؟ دخل فسمع الكلمتين ومش أبوه مثلا. هنا قضية إن إحنا نمسك في سلامة الإجراءات عن صلب الموضوع، زي المحامي الفاشل اللي يمسك في القضية يقول لك لا هو الموكل بتاعه هو تاجر مخدرات، رايحين يرضوا عليه ما لقوش مخدرات، لقوه عنده نسوان منحرفة. لك يا جماعه الحمد متهم بريء، لا هو مش بريء. ده اضعف المحامين قانونا، انما المحامي الحقيقي الحرير قانونا يقدر يطلع المحامين بالمواد القانونيه ويكون صح فعلا الرجل بريء. فهنا من الخطا اللي بيحصل ان احنا تلاقي بعض الامهات او كذا تمسك في شيء هو خطا للابن ماشي، لكن في النهايه في عندك خطا اكبر. ثم لما كان الابن اتكلم ده كان جرس انذار ليكي، ثاني الأولى أنا أسفة فهمت غلط أو كذا مش هتتكرر تاني يا ابني. أنا وارد كان كل ده يحدث بشكل في نوع من شجاعة الاعتراف والإبن، إنما لا يعني رد الفعل العنيف والحاد منها طردته من البيت. طب وبعدين أصبح المسألة فيها حد يكسر الثاني، الشيطان دخل خلاص. وكان أولى بالإبن أن يصبر على أمه وعلى أي إنسان في هذا الموقف، الموقف الشرعي الديني. ايوه ان انا اصدر
يعني الستر أولى دكتور. نعم الستر أولى يعني. طبعا الستر مع الغريب أصلا. يعني الستر أنا النهاردة أنا شفت واحدة بتزني واحد بيزني ما روحش أتكلم معايا أربعة برضو ما روحش. النبي على الصلاة والسلام قال كده للذين أتوا بماعز قال لمن أتى بي وغرر بي هل سقطته بثوبك استره. ولما ماعز نفسه رضي الله عنه لقي أبا بكر قال له اذهب فستر بستر الله ولا تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أبو بكر عارف لو راح للنبي عليه الصلاة والسلام معناه رداب للحاكم فلا يملك رسول الله يرد عليه الصلاة والسلام إنه ما بلغه من حدود يقيمه. وقال كده تعافوا الحدود فيما بينكم فما سمعش كلام. سيدنا عمر نفس الكلمتين. مين اللي غرر به؟ مولاه. قال له روح واحد النبي صلى الله عليه وسلم وتروح يستغفر لك. هو كان عارف انه يعاقب لذلك عاتبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الام اخطات هنا اكثر من مره. المره الاولى فيما انها تكلمت مع رجل اجنبي فيما لا يجوز شرعا واخطات حينما لم تتعامل بحكمه مع الموضوع واخطات مره ثالثه حينما تعاملت مع الابن معاملة غير متناسبة. يعني الأولى أن هو لأ بينصح بينبه كان الأمر وارد يعالج بشكل جيد. الابن طبعا ثأر لكرامته فعمل الكلام وهذا خطأ أيضا. يبقى احنا ما نقدرش نرفع الخطأ عن الأم في حالات كثيرة والابن في أنه ذهب وأخبر الأب. طب أنا عايز أصدر رب كلامنا ومصرة يعني ممكن أنتقي خال لي من عقلاء الأخوان. ما في خال مجنون وخال عائل. في خال مجنون هيعمل أكتر ما الزوج كان هيعمل يروح يمسكها من شعرها ويضرب ويجرجر في الشارع ويمسك لم في إيه أصل عملة الخينة الفجرة اللي عمل. بيحصل في بعض الرجالة مجانين في التصرف رغم أنه غيرة وعرض صح بس الغيرة محتاجة هنا في هذه الأمور حكمة وحنكة. فكان الابن ممكن يذهب إلى الخال كان ممكن يهدد إنه هيقول لك ما يقولش يهدد الأم مش تهديد بمعنى إنه هو يعني إنما من باب تحذير الأم بما إنه نصح ما جابش نتيجة طردته من البيت. يبقى كان في وسائل أخرى كان ممكن أن يلجأ إليها. نتج عن ذلك إيه؟ راح قال للزوج وبعدين اتطلقت. فتعالى نشوف الابن نحسبها النهاردة مصالح ومفاسد. مصلحة لو انت سطرت على امك وذهبت الخال من اخوالك عائل مثلا. طيب النهاردة الاب عرف وطلقها كم واحد هيسأل امك اتطلقت ليه؟ طيب كم واحد يقول لا ده اكيد زبطها وربما شاكك في الولاد ويعملوا تحليل دي ان ايه. خد بقى يعني خيالات الناس هتروح لحد فين. كده يا جماعة بنقول ان الستر هو أفضل قرار في الستر على أهل المعاصي في علاج حتى الزوج نفسه اللي بلغوا الأمر وكان قرار الطلاق مطالب بالستر. ده عمل مطالب بالستر لأن شرعا أنت ما شفتش حاجة. ابنك حكى لك وهو صادق مش كذاب. اثنين حتى لو حال تلبس بالزنا شرع قال الملاعنة مش الفضيحة. انك تروح تشنع طلاق خلاص انت ذهبت الى خيار ابعد طلقت من غير اي لعان وخلصت بينكوا اولاد ده هيطاردك ويطارد اولادك. الناس مشكلتها صار ان احيانا بيبصوا تحت رجليها مش لقدام. لان طب ابنك ده رايح يتجوز بعدين لو انت ما كنتش حكيم في قراراتك طلقت وقلت انا طلقت عشان واحد اتنين ثلاثة وعايز تتجوز انت راجل امش ودمك حامي وخدت القرار الحاسم. طب ابنك ده رايح يشتغل في مكان رايح يتجوز سألوا عنه الناس ابن امه منفصلين ليه واحد قال لي ماذا سيحدث؟ هتفضل طول عمرك بما انك انت اللي دفعك الحميه بتاع المجتمع هتفضل طول عمرك المجتمع حكمك. ايوه عندك بنات جت تتجوز اقرب مثلا يطلع الناس يقول لك لا ايه وابعدوا عن دي اصل ايه اكفي القدر على فمها تطلع البنت لامها. فاذا الشرع لما امرنا بالستر راعى الوقت الحالي والوقت القادم المستقبل
راعى الظرف دلوقتي وراعى اللي جاي في الزمن. لأن كتير من الناس ما بينساش وبيفضل ورا الإنسان ما فعل. الناس ممكن تنسى لك الحسنات وتفتكر السيئة للأسف يعني. فيعني وفي ده يعني أمثال بقى وقصص في الحياة أكثر منها. فبعض الناس اللي هو بينتقم انتقام شخصي ثاني حالي وينسى ان هو اثاره فيما بعد، خاصه لما يبقى في اولاد وحياه ودنيا. زوجين انفصل، كل واحد فيهم حتى قبل ما يبقاش في اولاد عايز ينتقم لشخصه وهو قاعد بشافه لنفسه. فالله تعالى يقول لك والله اصلها يعني ما كانتش زوجه قوي يعني كويسه، زوجها ما كانش كويس، وهي تقول لك اصل والله ما كانش راجل. طب وبعدين؟ هو هيتجوز وانت هتتجوزي. اولا حتى في هذا السياق هنقول ان كان دول زوجين وقبل ما يخلفوا ما فيش ولاد. طب ما تيجي تتجوزي بعد كده ما تحفظش سر. لو راعت عشره رجل، انما لو قالت والله ما فيش نصيب وربنا يوفقه ويوفقنا، الناس تحترمها. حتى من باب مش هقول لك الاخلاق، لا من باب حتى المصلحه، الستر والخلق الحسن مصلحه لانسان في الدنيا والاخره. هو قال والله ست طيبه وناس طيبين لكن ما كانش في نصيب. هنا اي زوجه دخل عليها يقول لك والله لا والله راجل محترم. فيا جماعه الخلق الحسن والستر في هذه القضايا هو اولى وافضل، لانه ما فيش اي مصلحه تاتي في الاعلام بفضيحه انسان او الاعلام بجريمه انسان. مثلا ابنه ده راح صلى، اتصلى دلوقتي ده احنا كنا الواد ده ما بن يعني بالعافيه لما ندخله جامع، بقيت تركعها دلوقتي. وبرضه مثل هذه المعايرات وعدم الستر على الابناء او على الازواج كلاهما، هذا الامر طبعا لم يكن من التصرف الحكيم، انما كان الاصل في الانسان التعاون في هذه القضايا ان يكون ذا خلق وان يكون حافظا للسر ساترا للناس.